يطلع فيديو بدون دقن، نزل فيديو بدون لحية، نزل فيديو بدون الدقن. طالب جوانه بتنزيل فيديو بكره، ما له مستعجل يطلع بعد ما حلق دقنه. لا 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 بلا 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 نصور هاي والله بلا خير. قرب لنا اسبوع زمان استراحه. ليش عم بصور؟ مرحبا، تم تهكير القناه محمد جواني. باي. ما في شيء يا جماعه، بس رايح العسكريه. نصيحه بهذا الفيديو، في كثير نصائح. بس زي شو زي حط نظارات، ما في عندنا كمامه بوط عسكري، ما في عندنا شيء غطي هيك. في ثانيه 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 ثانيه، وين 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 اللفاح؟ لك هنا. السلام عليكم، مرحبا، الله يحييكم. الشوايه والله حلوه. لا والله حلو حلو عن جد حلو والله. طلعان شخصيه، طلعان بش حمود بعينه. اهم شيء الواحد استقب نفسه يا خرج. شنو هذا؟ سلام عليكم جواني، اصدقائي فيكم بفيديو جديد. انه شلون صارت معك نظارات ووراك نار؟ ايش يعني صيف وشتي بنفس الغرفه؟ يا جماعه الموضوع مو موضوع هيك، الموضوع انه انا بحياتك لك نصيحه سريعه. اول شيء حط لايكات، لانه عن جد ما تحطوا لايكات على هذا الفيديو وبتنمروا عليه بالتعليقات وبتضحك. لا لا تضحك، لا تضحك، انت مو انت اخوي، عم بحكي معك كومنت. اوكي لا تضحك، ستوب حبيبي الله يخليك. لا ما بدي كومنتك، لا تضحك بعمرك. لا تكون كفو، الكفو عنا بالحاره كان صيده كثير حلو. مصدر كفو من الصغر. كفو بعينك ولا اعمل ضغط. اوكي يا جماعه كنت كفو قد التحدي، شافوا شوفوا الكل صار يتنمر علي. جواني بتشبه وبتعمل بتسوي، واصلا ما دعمتوا الفيديو. انا توقعت الفيديو يجيب 200,000 لايك، 100,000 لايك، انه خلاص اتحمس عن جد اقول متابعيني انا كنت كفو معهم، هن يكونوا كفو معي، يفجروا التعليقات، يوصلوا هذا الفيديو 100,000 كومنت. هلا كل واحد عم يشوف لي حط 10 كومنتات، حط لايكين ثلاثه. شلون لايكين ثلاثه؟ افتح جوال ابوك، جوال نانتك، جوال ستك. السلام عليكم، مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اورجيكم شكلي اذا لبست هلا هيك وظبطت حالي. شوفوا شوفوا هاج هاج هاج، عشان ما تضربوني بالعين هاج. اوكي اليوم الفيديو حماسي، ورح نشوف متابعيني شو علقوا على اخر فيديو بعد ما حلقت لحيتي. جواني حاسس شخص ثاني بيرك محلك وعم يحكي وبس صوتك موجود. والله انا برايي احط الشاشه سوداء هيك. مرحبا كيفكم؟ شو اخباركم؟ هيك صوتي تمام، هيك جواني هيك. واحد ثاني حاجه غلط جواني. اوكي ماشي، حنشوف كومنتات متابعيني الحلوين اللي شجعوني احلق دقني وكتبوا جيش مايا، وصلوا الكومنتات بالفيديو القديم 100,000 كومنت. في ناس جديده بتتابعني ما بتعرف شو القصه. يا جماعه انا من فتره عملت استفزاز بمايا وفاجاتها بشغله، لو هي طلبت من متابعيني يوصلوا الكومنتات 100,000 بيوم واحد، 100,000 كومنت. بتعرفوا انتم الشباب لو انا قايل لهم 100,000 كومنت بيوم واحد ما حدا برد علي لانه شاب، بس مو بنت مو انثى عم بتحكي بدي 100,000 كومنت، الكل بوقف معها يا الخروف يا البعبع. منشان هيك وصلوا الكومنتات بيوم واحد 100,000 كومنت و100,000 لايك، وكان بدي حطوا لي 100,000 ليره كمان. شو جماعه كفو، بنت عم تقول لهم. هلا قال لهم انا ولك مين هاد؟ مين هاد؟ مين هاد؟ مين انا؟ طلع على قناه مين انا؟ اوكي مين سمير؟ وصلتني بعض التعليقات بحط لكم اياها هون. صار يشبه انور مار. عم يحسب وقت بدي ابعت لك اياها بشرفي. اوكي تمام. صرت تشبه عمي حبيب القلب. تع بوس 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 حبيبي. كأنك ممثل تركي في مسلسل حب الأول، بس عن جد كتير حلو. حط لي هيك شغلات رومانسية هون. ثانك يو. يشبه باريش دادا. باريش دادا بسوق الجمعة. طب انت وياه لما تشتري باريش من السوق ليه؟ اوكي راحت الهيبة جواني بس صاير حلو. شنو يعني راحت الهيبة بس صاير حلو؟ يعني انه انت ما عم تقصفني لا شعوريا، يعني راحت الهيبة بس صاير حلو. اوكي اللي بعده. لا عم بتجرحوا بداوي. راحت الهيبة ابو الجوجة. اي والله راحت الهيبة يا شريك، صاير صغير وكيوت. كيوت انا؟ تسلمي لي يا رب. حرام والله حلقات، بس للامانه طلع حلو يقبشني الكيوت انا. عنواني اسطنبول الفاتح، رقم موبايلي 3635. مركز الاحبة. جواني جوتال. راسك تقول لمبة توفير. جا
ما بيعرضوا كثير يا زلمه. طب ليش تنمر؟ ليش تنمر؟ لا تضحك يا زلمه الدويه، لا انت حتضحك. حطي شكل لمبه التوفيق جنبي لشو؟ هون بشبهها يا جماعه اكتبوا لي. في منتظمه في الجبهه. لا بعد اشتاق لك. ندخل على الانستغرام نشوف رسائل المتابعين. هذا بيوتيوب ما عاد ادخل، بركي هون في اتشجع اكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ممتاز ممتاز. والله حلو تشبه مراد علمدار. وين لك وين نطلع؟ نظاره نظاره. وينه؟ شو نظاره؟ اسحب لك كم كلمه تركيه هيك مع اولو نور نيويورك. والله عن جد طلعت بشبه مراد. ابو الجوج بكل حالاتك حلو، المهم انت كنت قد التحدي كفو لك، خلي للمتابعين الكفو الفنزات لك. ايه هيك هيك كلام بشجعني. والله طلعت قيود يا جواني وصرت تشبه الشيف براق. وين؟ تحياتي لبراق قرداشين براق ناصن. جواني اعمل فيديو عادي، الحياه حلوه. عسل والله. تسلم لي يا روحي. تشبه ضابط في مسلسل ارض الطبيب. شو هذا ضابط ما ضابط؟ طلع على النبي يا جماعه. ايه صح صح ذكرته بشعره. بس هذاك شعره هيك شوي طويل. ذكرته بشعره ذكرته. تشبه بدون مكياج. تن تن ريرن تن تن. تشبه افلا. افلا. افلا السوري. حط لي صوت افلا، وريني صوت افلا افلا افلا. يا جماعة كثير اجتني كومنتات انه انا بشبه عف افلا. حبيبي اخوي ما في شبه والله، والله ما في شبه. انا وياك اخوي، انت اخوي والله، انا وياك. انت احلى مني حبيبي، انت احلى مني يا غالي حبيبي. افلا وين وين الشبه؟ الله يصدق افلا اسكت عم بشوف الفيديو بس ما في شبه يعني. من اكثر الاشخاص من اكثر اليوتيوب. وعن جد كل التوفيق له، انا كثير بعز افلا والله كثير. بدنا رح نشوف ردة فعل اصدقائي اليوتيوبر. مثل عنا 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 ياسو. ياسو بتبعت لي ستوري عم تتمسخر علي. لكن المشكلة شوفوا بس هي عشان لكم الشاشة حاط لكم اياها هون. على فكرة يعني مو سيء شكلك عادي، ليش انت كنت شاطر من الموضوع؟ إذا مو سيء وعم تضحكي، إذا مو سيء وسويتيني مسخرة، كيف إذا كان سيء روحي؟ أه؟ دخيل هالوش. ليش تحلق على الشفرة أصلاً؟ ليش؟ ليش تحلق على الشفرة؟ أوكي. لك بتعرف هلا بتضل كثير حتى يمكن ترجع تطلع هيك. إيه وأنتِ مبسوطة. فترتاحي مني باليوتيوب، مبسوطة أنتِ لأنه. يا جماعة لما خلصت الحلاقة بهذاك الفيديو اللي قبل هذا، بعثت صورتي لرفيقي، شوفوا شو كانت ردة فعله. عثمان نو 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 عمري طاير طاير طالع بتشبه وائل كفوري. ما وعدتك من يوم الليل. لك آه لك ليش لك عملت بحالي أنا؟ شوفوا 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 هون شوفوا هون شوفوا هون. شو لها مجند مستشهد قبل الحنين. لمين دعمات بعرض أختي والضحك ما بحسن أعمل شيء تشنج مخي. طبعا تحياتي للإكراد، تحياتي لعثمان خليل. أدار فيه عثمان فيه كردي بس عثمان حبيبي أنت يعني أنا قرفتني أطلع على اليوتيوب. كسر لي أحمد ضيفك يا زلمة. راح الزيت. طبعا يا جماعة مثل ما شفتوا لا خلصت من المتابعين على اليوتيوب ولا على المتابعين على الانستغرام ولا من رفقاتي ولا من المشاهير ولا من حدا، وكله بقعد يضحك. شو أول واحد بيحلق دقنه؟ أنا حاسس حالي مطالع، مو دقنه مطالع أنا، حاسس حالي طلعان بشكل ثاني. شو بكون يا جماعة؟ ما طلع غير حط بودرة هون. شو بقى مو أول واحد أنا. أشبه حبيبي يا أخوي. أنت من حلبة بتذكر. اوكي يا جماعه انا لازم انهي الحلقه لانه الوضع صار بخطر واطلع بيت اهلي. اوكي بدكم شيء لازم يكون شيء عن جد بلا تنمر، حطوا لنا لايكات، عملوا الفيديو اقل شيء وصلوا للفيديو 200,000 لايك. والله انا كنت قد التحدي وعم بعمل كل هالشيء كرمال ان تكونوا انتم سعيدين. ما تكونوا سعيدين يا اخي، خلاص تكونوا حزينين من بعد اليوم، ما راح خليكم سعيدين، حزينين. اوكي حطوا لايكات على هذا الفيديو، فجوا التعليقات،
إذا قلتكم مايا وصلوا 100,000 كومنت بتوصلوا، بس إذا قلتكم جواني وصلوا 150,000 كومنت بتوصلوا عجب؟ والله إذا وصلتوه إنكم شيوخ، هاي والله. قد ودود. أوكي، بشوفكم على خير، اللي ما بيعرف شو القصة يشوف الفيديو اللي قبل هذا، ويحط لايكات، بحبكم، ما ضل شيء الـ 4 مليون واستنوا غنيت الـ 4 مليون. يس يس يس. كان معكم خايف أقول محمد الجواني. خايف أقول محمد الجواني ما يصدقوني. خلاص كان معكم، السلام عليكم خيو، باي باي. باي.